رئيس الجمعية الوطنية يفتتح أعمال الدورة العادية الثانية التي ستناقش عدد من القوانين والمشاريع من ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة. هذه الجلسة كانت بحضور وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ممثلا لمشير تشاد. وزير التنمية السياحية والطيران وزير التنمية السياحية والطيران المدني يلتقيان بوفد مجموعة يوانك أفريك المستثمرين في مجالات السياحة المختلفة، وقد تطرق اللقاء إلى تبادل الخبرات وفتح مجالات جوية بين الدول الأوروبية ومدينة أمجرس. السفير السعودي لدى البلاد يقوم ظهر اليوم بتقديم 3000 كرتون من التمور لوزارة المرأة وحماية الطفولة، التي ستقوم هي الأخرى بتوزيعها للشرائح الضعيفة في المجتمع خاصة المتضررين من الفيضانات. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الفضائية الشادية نقدم لحضراتكم العرض الرئيسي لهذا المساء. فتح اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي عمل الدورة العادية الثانية للعام 2020، وفي خطاب الافتتاحي أوضح رئيس البرلمان بأنه ستناقش في هذه الدورة العديد من القوانين، وأهمها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2021. الجلسة كانت بحضور وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بامي الإبي ممثلا لمشير تشاد. تقرير محمود حسن صبا. خلال الدورة العادية الثانية لعام 2020، فإن الجمعية الوطنية وعلى هامش فاص مشروع قانون المالية المتعلق بالميزانية العامة للدولة لعام 2021 ستدرس أيضا 6 مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز نظامنا للحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بخاصة القوانين المتعلقة باللجوء في جمهورية تشاد وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والاجتماعية، وكذا القوانين المتعلقة بالتصديق المنشأ لصندوق التضامن الوطني ودعم الفئات الضعيفة، أيضا صندوق دعم القطن وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية والفنون، وتلك القوانين الخاصة بالرعاية العامة لموظفي المياه والغابات. الجمعية الوطنية تشجع الحكومة وبقوة على الشروع في التصديق المنتظم على جميع الأوامر الصادرة خلال الجلسات البرلمانية من أجل إعطائها قيمة تشريعية، وبالتالي تجنب انعدام الأمن القانوني. ستدرس الجمعية الوطنية أيضا مشروع قانون ينظم نشاط تحويل الأموال من قبل شركات تحويل الأموال في جمهورية تشاد في إطار مراقبة عمل الحكومة. ستستمر الجمعية الوطنية كذلك في ممارسة مهمتها من خلال استجواب أعضاء الحكومة حول مواضيع محددة، وكذا حول المواضيع المتعلقة بقضايا الساعة. وتحقيقا لهذه الغاية، فقد تم تحديد 11 سؤالا شفهيا مع مناقشات خلال هذه الدورة على مواضيع مختلفة بقدر ما هي متنوعة، مثل الأمن والتعليم لتحقيق التنمية المستدامة في خطة تنفيذ رؤية عام 2030، ومساهمة القطاع الخاص في حشد الموارد لتنفيذ خطة التنمية الوطنية وغير ذلك. وفي نفس المنظور، فإن الجمعية الوطنية ستنظم يوما إخباريا بشأن النصوص التشريعية والبرلمانية التي اعتمدتها تشاد لصالح المرأة، تطبيقا لسياسة النوع الوطنية المنبثقة عن توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994، ومؤتمر بكين للمرأة عام 1995. التقى اليوم كل من وزير التنمية السياحية والطيران المدني التقيا بوفد مجموعة يوانك أفريك المستثمرين في مجالات السياحة المختلفة، وقد دار اللقاء حول تبادل الخبرات من أجل تطوير قطاع السياحة، وذلك عن طريق فتح مجال جوي بين الدول الأوروبية ومدينة أمجرس. عباس بكر مصطفى. تعمل الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية بالتعاون مع وزارة التنمية السياحية من أجل جذب أنظار السياح
فقد استقبل وزير التنمية السياحية باتالي جيو ومنسق الهيئة الوطنية لترقية السياحة بكر روزيت تيجيل مع السياح الدوليين لا سيما مجموعة المستثمرين بوين أفريكا. وناقش الوزير مع الوفد مسألة ترقية السياحة ووضع أجندة لجعل السياحة أكثر فعالية بعد كوفيد-19، وأكد الوزير جاهزيته للتعاون معهم لترقية السياحة بغرض تنمية الاقتصاد الوطني. كما التقى الوفد مع وزير الطيران المدني والإرصاد الوطنية لمعرفة مدى موافقة الوزارة للرحلات الجوية من المدن الأوروبية إلى مطار أم جرس الدولي، كما أن مشروع الطيران السياحي المباشر يسمح للسواح الدوليين اكتشاف الأماكن والمناظر الخلابة بشمال البلاد. توضيحات حول المعطيات الفنية تحصل عليها الوفد، وأكد وزير الطيران المدني سيبجي ناندي موافقة وزارته على هذا المشروع، وأضاف بأن العمل في مطار أم جرس وصل إلى نسبة 62%، وعبر المنسق الوطني لترقية السياحة عن ارتياحه لإنجاح هذا المشروع. كنا مرة مبسوطين للأسيرانس على ده الاثنين وزارة أنتم للبوني أفريقيا، وبالذات المارشال هنا تشادت أنتنا توجيهات مرة واضحة من سنوات، وده يوصف إنه الحمد لله يعني ماشين في الرياليزاسيون هنا فول شارتر، وإن شاء الله يكون في فيلا الآخرين كلها. موافقة الوزير على تنفيذ هذا المشروع السياحي يسمح للسياح باكتشاف المناطق السياحية لجذب عدد كبير من السياح، كما تسمح في ترقية السياحة التشادية. تحت موضوع محو الأمية والتعلم في ظروف جائحة كورونا، ستحتفل البلاد يوم غد الثلاثاء 8 سبتمبر باليوم الدولي لمحو الأمية. وبهذه المناسبة قدم وزير التربية الوطنية وترقية المواطن أبو بكر الصديق شروما بيانا صحفيا بمكتبه، أشار فيه إلى أهمية هذا اليوم في محو الأمية. نستمع إلى بيان الوزير في ميكروفون الزميل سعاد محمد علي. إن تشاد على غرار الدول الأعضاء في اليونسكو تحتفل في يوم 8 سبتمبر باليوم الدولي لمحو الأمية، وهي مناسبة لإلقاء نظرة على ما قامت به البلاد من إنجازات في هذا المجال ووضع الخطط المستقبلية. وقد وضع احتفال هذا العام تحت شعار محو الأمية والتعلم في ظروف جائحة كورونا، واضعين في الاعتبار دور المعلمين والتطور التربوي الرامي إلى تطور محو الأمية الذي يعد محركا للتنمية لبلد مثل تشاد الذي تصل نسبة الأمية فيه إلى 78%، ومن بين هذه النسبة 89% من النساء. إن الاحتفال بدورة 2020 يجري في ظل ظروف خاصة بسبب جائحة كورونا، وإن حكومة جمهورية تشاد تحت القيادة الرشيدة لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة قامت ببذل جهود جبارة في مواجهة جائحة كورونا. وإن شعار هذا العام ينسجم ونظرة وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة المتمثلة في تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا الاتصال، وفي هذا المجال يجري التفاكر مع الشركاء للبحث عن بدائل تكنولوجية ناجعة خلال وبعد جائحة كورونا. وتقدم الوزارة عناية خاصة لتدريب المعلمين تتعلق بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة. إن حصيلة حملة 2019-2020 تظهر أن عدد مراكز محو الأمية وصل إلى 4132 مركزا يتعلم فيه 155,210 متعلما، من بينهم 104,816 امرأة، ما يعادل نسبة 67%. وعلى الرغم من أن ظهور جائحة كورونا عرقل سير التعليم في هذه المراكز، إلا أنه بفضل الشراكة بين وزارة التربية الوطنية وممثلية اليونسكو في تشاد قامت الوزارة بعقد دورتين حول التعليم عن بعد بتسع لغات محلية، وتنظيم ورش تقييمية للتعلم في الأقاليم التسع
التي يشملها مشروع تقوية التربية ومحو الأمية في تشاد برياد، وذلك في الفترة من 3 إلى 7 أغسطس. إن الاستراتيجية المتمثلة في تنفيذ برنامج محو الأمية عبر شركاء محليين ستشهد دعما جديدا من خلال مشروع للبنك الأفريقي للتنمية، وذلك في مناطق أبشة وحجر لميز ونجمينة. ويستفيد من هذا المشروع 7500 شابا وشابة، وإن 4500 منهم يتلقون دورات تدريبية مهنية من أجل اندماج اجتماعي واقتصادي. إن وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة لا تنتهز فرصة اليوم الدولي لمحو الأمية لتتقدم بجزيل الشكر وكامل العرفان للشركاء الذين وقفوا بجانب تشاد في كفاحها ضد الأمية. قامت اليوم وزيرة الطاقة السيدة رامتو محمد برفقة فني الوزارة بزيارة تفقدية إلى مختلف المحطات التابعة للشركة الوطنية للكهرباء، وذلك من أجل الوقوف على سير العمل في هذه المحطات ومعرفة المشاكل والصعوبات التي تواجهها. أحمد أدم. الزيارة التفقدية التي قامت بها وزيرة الطاقة السيدة رامتو محمد إلى الشركة الوطنية للكهرباء شملت محطة توليد كهرباء مركز فرشة 1 و2 ومركز جنب البحر. خلال الوقفات المتكررة للسيدة الوزيرة وطاقمها الفني والإداري بهذه المراكز، استمعت للشروحات من الفنيين العاملين بالوحدات المختلفة للشركة بحضور المدير العام للشركة محمد أدم إسماعيل. ففي مركز فرشة 2 حيث تعمل المولدات المختلفة لإنتاج كهرباء تسد وحاجة المستهلكين في وقت ضخت فيه الحكومة أموالا طائلة لحل مشكلة الكهرباء في تشاد. قاعدين يخدموا عشان يحلوا المشاكل ده. عندنا تقريبا 14 مولدات كهرباء مفترض يشتغلوا، ولكن أغلبيتهم عندهم مشاكل، بس الحمد لله مشير تشاد أدان إمكانيات، وحاليا ده العمل ماشي، الشغل ماشي عشان يصلحوا المولدات دي. ممكن نقول مفترض الشركة الوطنية للكهرباء كان إمكانياتها يعني قدرتها تقريبا 79 ميقاوات، لكن حاليا بس 43 ميقاوات موفر للشعب. وحاليا مع العمل الماشي ده اكيد قبل الوقت هنا السخانه ده نجو في 86 ميقاوات، وعندنا البروجكتور انديبندنت في باور واجريكو واف ار ان هم كمان كان جابوا قدرتهم ان شاء الله نعدوا 100 ميقاوات. ونقول للشعب اننا قاعدين نخدمه ليل ونهار، التكنيسيان الديريكسيون جنرال هنا اس ان او قاعدين نخدمه ليل ونهار ان شاء الله عشان نحل المشكله دي. الشركه الوطنيه للكهرباء تعمل من خلال محطاتها المختلفه عبر شبكه الكترونيه لتجمع المعلومات والمراقبه بحي جنب البحر لانتاج طاقه قويه تناسب وشبكه الاسلاك القديمه والجديده بالعاصمه في وقت تشهد فيه العاصمه توسعا عمرانيا كبيرا يحتاج للتحديث وامداد خطوط جديده تساهم في التنميه الشامله التي اصبحت فيها الطاقه عنصرا أساسيا لحياة الإنسان. وزيرة الطاقة أخيرا اجتمعت بالمسؤولين الإداريين والفنيين وقدمت لهم توجيهات تساعدهم في عملهم المستقبلي، واستمعت لشكاويهم بحيث تنقلها إلى السلطات العليا بالبلاد بغية إيجاد حل شامل لمسألة الطاقة في البلاد. وصل وزير الزراعة عبد الله الديار إلى مدينة مونغو حضرة ولاية الجرا، وذلك في إطار الحملة الزراعية 2020-2021. وقد التقى الوزير عبد الله الديار بمدينة مونغو مع مناديب الوزارة في كل من ولايات السلامات، جرا والبطحة. رماد جميلين أجل. استقبل وزير الزراعة عبد الله ديار من قبل الأمين العام للولاية جرامبيتي دانغاميو ممثلا للحاكم، وكان ذلك بحضور كبير من المسؤولين الإداريين والأسكريين بالمنطقة. هذا وتأتي هذه الجولة لوزير الزراعة عبد الله ديار متابعة لسلسلة الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى الولاية الجنوبية، وذلك في إطار الحملة الزراعية لموسم هذا العام.
تلا ذلك مباشرة حاز الاجتماع الذي حضره مناديب الزراعة بكل من جيرا وولايتي سلامات والبطحة. في كلمته بهذا الشأن أكد الأمين العام لولاية جيرا جرامبيتيه ممثلا للحاكم أن هذه الزيارة لها عدة دلالات تبرهن مدى أهمية الجهات المعنية بقطاع الزراعة بهدف متابعة الحالة العامة للزراعة ومعايشة الحقائق لمعرفة الإشكاليات والأراقيل. لذا يمكن القول بأن وصول وزير الزراعة يستحق الشكر والإشادة على حد قوله. وفيما يتعلق بالموسم الزراعي لهذا العام، يقول الأمين العام إنه شهد تأخيرا واسعا لهطول الأمطار، وهذا التخلف تم معالجته بفضل عملية الانتظام المتكرر لسقوط الأمطار. وزير الزراعة عبد الله ديار من ناحيته تناول الأهمية القصوى لقطاع الزراعة في البلاد، ونسبة لذلك يضيف الوزير بأن مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو جعل هذا القطاع من أولوياته الدائمة، ويؤكد ذلك التمويل الذي حصلت إليه الهيئة الوطنية للأمن الغذائي ب 25 مليار فرنك سيفا بهدف مساعدة الفئات المتضررة من جراء الفيضانات وجائحة كورونا. وكذا تزويد هذه الحملة الزراعية ب 17 مليار فرنك سيفا. لذا شدد وزير الزراعة عبد الله ديار على ضرورة متابعة هذه العملية لمعرفة الأوضاع الحقيقية للحالة الزراعية في كافة الأراضي الوطنية. وفي ذات السياق جاء هذا العرض المقدم من المندوبين الزراعيين بالولايات الثلاثة وهي جيرا وسلامات والبطحة. الدراسات المقدمة تبدو أنها دراسات متشابهة من عدة جوانب، وخاصة جوانب النقص المتمثلة في إشكالية الدورات التدريبية وتأخير الرواتب الشهرية والمعدات والمواصلات والكوادر المؤهلة. وفي هذه الحالة أجمعوا بأن نتائج الأوضاع الزراعية لهذا العام مطمئنة بشكل عام. من الملاحظ أخيرا أن هذه النتائج لا يتقاسمها الكثير من الفنيين الزراعيين معهم الذين شاركوا بالعديد من الأسئلة التي تنصب في هذا الشأن. في النهاية طالبوا المندوبين الزراعيين بمراجعة هذه الأعمال من أجل تحسين مستوى هذا العمل الزراعي. عبد الله ديار وزير الزراعة فطن بخطورة جائحة كورونا، وعليه جلب معه كمية من المعدات والمواد المطهرة بهدف توزيعها إلى مناديب الزراعة لاتخاذها كآلية مناسبة للوقاية من الأمراض. قدم اليوم السفير التشادي لدى البلاد، السفير السعودي لدى البلاد سعادة جميل عبد الرحمن شيشة، 3000 كرتونة من التمور إلى وزارة المرأة وحماية الطفولة التي تقوم هي الأخرى بدورها بتوزيعها لشرائح الضعيفة خاصة المتضررين من الفيضانات. محمد صالح الحسين. في إطار التعاون القائم بين تشاد والمملكة العربية السعودية، قدم سفير المملكة العربية السعودية لدى البلاد سعادة جميل ابن عبد الرحمن شاشة 3000 كرتونة من التمور إلى وزارة المرأة وحماية الطفولة، وذلك لمساعدة الضعفاء والمتضررين من الأمطار. وبهذه المناسبة أكد سعادة السفير أن المملكة العربية السعودية ستقف مع البلاد في جميع الأحوال. تأتي هذه الهدية تنفيذا لتوجيهات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتقديم هذه الهدية إلى الأشقاء في جمهورية تشاد، انطلاقا من روح الأخوة والتضامن التي تقوم عليها العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وفي الختام لا يفوتني أن أشكر السلطات التشادية وعلى رأسها فخامة مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. أما وزيرة المرأة وحماية الطفولة فقد شكرت باسم مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو المملكة العربية السعودية على مساعداتها المتواصلة للبلاد. شكر للمملكة العربية السعودية الجلسة يدانا في بلدنا ودعنا مدخل جاء بوين نومي وغي أبوي لبوليتيكنا مخشال إدريس ديبي إتنو في أسيستانس لبرسون ديموني ورينا لهم شكرا وانينا كلنا ندود دون دقدام لأوين المساكين إن شاء الله ننتم يلقو ونسالوا من المملكة العربية السعودية
بزياده بسيدنا وقدرنا نخط سوا لنقدر نابوي فوق بوليتيك سوسيال ناكومه. هذا فان تشاد والمملكه العربيه السعوديه تربطهما علاقات ازليه وتعاون مشترك في جميع المجالات الحيويه. شهدت اليوم أمينة الدولة بالمالية والميزانية مناسبة تسليم معدات مقدمة من قبل نادي الأسود الدولي لصالح لجنة إدارة الأزمة الصحية لمجابهة وباء كورونا كوفيد. تقرير الطيب مدثر. أندت جهود الحكومة في كفاحها للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت مناسبة تقديم معدات طبية من قبل نادي الأسود الدولي للجنة الفرعية المتعلقة بالمالية التابعة للجنة إدارة الأزمة الصحية، حيث تتكون هذه المساعدات الطبية من كمامات ونظارات واقية بالإضافة إلى كمية من القفازات. أمينة الدولة بوزارة المالية والميزانية أليكسا نيمامبي ممثلة لرئيس اللجنة الفرعية للمالية بلجنة إدارة الأزمة الصحية أشادت بهذه البذرة الإنسانية التي قام بها نادي الأسود الدولي لمساندة جهود الحكومة في كفاحها ضد فيروس كورونا، وأكدت بأن هذه المعدات الطبية ستسلم إلى وزارة الصحة العامة بغية توزيعها إلى المستشفيات والمراكز الصحية حسب الحاجة. هذا وأن نادي الأسود الدولي هي جمعية دولية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 1917 وتهدف إلى خدمة الطبقات الضعيفة في المجتمع. افتتحت المديرة العامة النائبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي أعمال الورشة التدريبية الخاصة برفع القدرات حول تقنية المعالجة المحاسبية والحصول على التمويل من الجهات المانحة. خالد موسى الحج. تسعى وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي لرفع قدرات موظفيها خاصة الذين يتولون المحاسبة في إدارة الأموال المخصصة للمشاريع والبرامج الممولة من قبل شركاء التنمية، وذلك من خلال هذه الورشة الخاصة برفع القدرات حول تقنيات المعالجة المحاسبية والحصول على التمويل من الجهات المانحة. مدير برمجة الاستثمارات الخارجية عبد الله محمد عبد الله سنوسي وداك الذي تناول ناصية الحديث ثمن جهود الشركاء الذين أسهموا في تمويل هذه الورشة وحث المشاركين على الاستفادة القصوى من هذه الورشة. المديرة العامة النائبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي رويمتا مادينجي ممثلة للوزير قالت إن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام الوزارة واهتمامها بتعزيز قدرات الموظفين وتزويدهم بالتقنيات الضرورية والحديثة لإدارة المشاريع والبرامج الإنمائية، كما أثنت بدورها على جهود شركاء التنمية في مرافقة مساعي الوزارة في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج. هذا وخلال الورشة سيتلقى المشاركون معلومات حول كيفية معالجة المشكلات الشائعة في مجال محاسبة المشاريع والبرامج. تجدر الإشارة إلى أن الورشة تستمر 5 أيام في بكرة، ويشارك فيها إلى جانب موظفي وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي موظف بعض الوزارات الأخرى. شارك أعضاء مكتب أمينة أساس خلال تواجدهم بمدينة موندو حاضرة لوغون الغربي، شاركوا في مناسبة تسمية أحد شوارع مدينة موندو حاضرة الولاية باسم مشير تشات دريزبيتنو، كما قاموا بغرس عدد كبير من الشتلات بضواحي المدينة. محمد أسلم. هنا في مدينة موندو وبالتحديد في حارة دويون بالدائرة الأولى يقع هذا الشارع الذي كان في السابق يسمى بشارع موتا، والذي تزين الآن واستبدل اسمه باسم مشير تشات إدريس ديفي إتنو. اختيار هذا الاسم له دلالات واضحة، فبعد أن كانت تشات تعاني من أزمات أمنية أصبحت اليوم نموذجا للاستقرار والسلام، وذلك بفضل جهود مشير تشات إدريس ديفي إتنو. هذا ما جاء في كلمة عمدة بلدية موندو ليو جينجين عن غامباي شيراك. وأكد والي ولاية لوغون الغربي أحمد طه محمد عبد الله بأن الإنجازات التي حققها مشير تشاد إدريس ديبي إتنو في مدينة موندو لا تحصى ولا تعد، لا سيما وأن المدينة هي العاصمة الاقتصادية للبلاد.
مداخلات وأعضاء مكتب بامينا أساس كانت حاضرة في هذه المناسبة، حيث أجمعوا على أن ما قامت به بلدية مندو بتسمية أهم شوارع المدينة باسم مشير تشات إدريس ديبي إتنو يؤكد مكانة المشير في نفوس أبناء المدينة. أكبر شارع أنت برات أنت المير أديت المارشال إدريس ديبي إتنو لا. أنت تعرف أنه خدمة الخدمة عشان ده أديت الشارع ده. نحن نشكره ونشكر أهل المندو كله. هذا وفي سياق منفصل، قام أعضاء مكتب بامينا أساس بغرس عدد كبير من الشتيلات في المدينة، وذلك من أجل المحافظة على البيئة ومكافحة الزحف الصحراوي. وأكد أعضاء بامينا أساس بأن غرس الأشجار والعناية بها ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الحكومة التشادية بقيادة المشير إدريس ديبي إتنو. ماذا البيان الصحفي الذي يحمل الرقم 6 والمتعلق بتكوين مكتب المنسقية؟ لقد اجتمعت منسقية الإطار الوطني لحوار اجتماع SNDP التي كونت عبر المرسوم رقم 1853 في الأول من سبتمبر 2020. اجتمعت في جلسة طارئة هذا اليوم 7 سبتمبر 2020، وكونت مكتبها على النحو التالي: الرئيس محمد زين بدا، نائب الرئيس رومادينغار فيليكس نيالبي، المقرر العام ألادوم جيرمي بالزار، المقرر العام النائب كرام علي أبيل، الأمين العام للخزينة حسن أحمد بجاء، نائب أمين الخزينة سيلجي ني أشتا أجدي، المكلف باللوجستيات محمد صالح مكي، نائب المكلف باللوجستيات عبد الرحمن جسنباي، المستشاران غالين غوتي غتا، محمد الله طاهر انجمينا في 7 سبتمبر 2020، المقرران عن الأغلبية الرئاسية السيدة زينب حسن يونس، وعن المعارضة الديمقراطية الدكتور بابا أحمد بابا. قام مدير الإدارة المركزية للفنون العسكرية العميد شيري جاجي برفقة قائد المجموعة الزراعية العسكرية العقيد أحمد شنو، قام بزيارة لمزرعة الجيش الوطني الكائنة بمحافظة ميتو التي تم فيها زراعة محصول السمسم في مساحة تقدر ب2000 هكتار. ياسر محمد أحمد. بابا كبيرا لقطاع الزراعة وعلى رأسها مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يلح دائما في خطاباته إلى فلاحة الأرض. هذا وبعد إطلاق هذه الحملة الزراعية في شهر يونيو الماضي، قام مدير الإدارة المركزية للفنون العسكرية العميد هيريت جاجيت برفقة قائد المجموعة الزراعية العسكرية العقيد أدم سامو وعدد من منسوبي الإدارة، قاموا بزيارة إلى مزرعة الجيش الوطني التي تقع بقرية الكوك بمحافظة ميتو، حيث زرع فيها 200 هكتار من السمسم باعتباره من المحاصيل الزراعية التي لها أهمية اقتصادية وصحية كبرى. وتهدف هذه الزيارة إلى تفقد الأعمال التي يقوم بها العاملون في الحقل الزراعي وتشجيعهم بالتوسع في زراعة هذا المحصول. قائد المجموعة الزراعية العسكرية العقيد آدم سامو قال إن هؤلاء الفنيين تم تدريبهم جيدا حسب المواصفات الحديثة في فلاحة الأرض، وأنهم جاهزون للعمل في استخدام الجرارات والوسائل الحديثة. أما مدير الإدارة المركزية للفنون العسكرية العميد هيري جاجيت هو الآخر تطرق إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي، وذلك حسب توجيهات مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية من أجل الاكتفاء الذاتي، باعتبار الزراعة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. لذا توجه منسوبو هذه الإدارات إلى فلاحة الأرض من أجل تحقيق تطلعات القائد الأعلى للقوات المسلحة. وطلب العميد هيري جاجيت من الضباط خلق علاقة جيدة مع سكان هذه المنطقة. من المعروف للجميع أن الجيش دائما يتواجد في ساحات الحرب، لكن جيشنا التشادي قد ساهم في مجال الزراعة والصناعة والاقتصاد، وذلك تطبيقا للمقولة التي مفادها لا خير في أطر إذا لم تفلح الأرض. قدم ظهر اليوم نائب رئيس تحالف التوافق بين غرفة التجارة والصناعة ورجال الأعمال إبراهيم كوني نور، قدم بيانا صحفيا ناشد في أرباب العمل بوضع خطط واستراتيجيات جديدة كفيلة بتسيير عمل الغرفة التجارية. نستمع إلى جزء من هذا البيان في ميكروفون الزميلة حليمة السعدية يعقوب. اجتمعنا للمرة الأولى حوالي من 26 ل30 شخص، كوننا لجنة مكونة من 10 من المنتخبين عشان يقوموا بالتوعية ونادين هنا الناس لفكرة هنا
الكونسنسيس، لأن الانتخابات الفاتت تقريبا يعني فرقت التجار وخلى الناس كلهم كما ما يتجهوا للغرفة، وما في تعاون بين الغرفة وبين الرجال الأعمال. فقلنا المرة دي نحاول نكون نلقوا تفاهم وتوافق مع كل الناس، ونادينا كل الناس وخطوا الأشرة، وفي ده الناس الـ20 قدروا لموا الناس يوم 29 شهر 8 في الغرفة أكثر من 70 شخص، وأنتم النتيجة على أساس أن هم في الكونسنسيس ده وصلوا في المرحلة ده. وقبل ما يلموهم يوم 29 الناس الـ20 دول اختاروا ناس حكماء، ناس عقلاء، عشان هم مثلا يساعدوا الناس للوصول للتوافق وللتقريب الآراء والأفكار، لأن الناس هم جهات شيك كان قاعدين بكانوا يحتاجوا لوسيط. والناس الحكماء دول يعني هم على رأسهم الجنرال إدريس الدكير. الناس دول قدروا يعني لقوا توافق بعد جهد كبير، ومرقوا لنا برأس عن المكتب اللي يدير الغرفة اللي يقدر يمشي في الانتخابات، وكان بيجي لهم ونجوا هم اللي يديروا الغرفة. فاختاروا على رأس المجموعة السيد علي أجي محمد سيد كرئيس، وننتهز عنين الفرصة ده عشان نهنوا المارشال هنشات فخامة الرئيس إدريس دبيت نو بمناسبة ترقية للرتبة الشرفية عن المارشال هنشات. وأنينا نقوله الغرفة وإكيب الهسة إدريس الغرفة بإذن الله يعني دائما ورايا في تنفيذ عن السياسات عن الاقتصادية. يعتبر الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي من المؤسسات المالية الإفريقية التي تسعى إلى دعم المشاريع الاستثمارية بين الدول الأعضاء، كما يعمل في مجالات ضمانات السيولة المالية. وفي هذا السياق فقد عد الزميل خليل حسن صالح الورقة التالية. أنشئ الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي عام 1977، وهو مؤسسة عمومية دولية تتمثل مهمتها في تشجيع الاستثمارات وحشد الموارد لتمويل المشاريع الاستثمارية بدولها الأعضاء البالغ عددهم 14 دولة، وتعزيز الاقتصاد الإفريقي من خلال التبادل والتعاون التجاري والعمل المشترك بين الدول. ويتخذ الصندوق من دولة البنين مقرا له. واعتمد الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي خطة استراتيجية جديدة وفريق إداري جديد يقوده وزير الاقتصاد السابق للبلاد نغايتو يامباي ترينا، الذي تولى الإدارة في 24 من يوليو الماضي. وقد وضع في أجندته تأسيس مناخ ملائم للاستثمار وإعادة الثقة للبنوك الإفريقية. وتشاد بصفتها آخر من ينضم إلى هذه المؤسسة لم تستفد كثيرا من الدعم الذي تقدمه، ويسعى الصندوق إلى مصاحبة الحكومة لإنعاش الاقتصاد ومصاحبة البلاد في خطتها للتعافي بعد أزمة كورونا. وليتحقق ذلك وصلت بعثة من الصندوق لإجراء المباحثات والبحث عن سبل لتعزيز الثقة للبنوك ودعم المشاريع الإنمائية بالبلاد وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر آليات ضمان بشروط تفضيلية. إن من أهم أعمال الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي تسهيل نمو التجارة البينية وتسوية المدفوعات المالية وتشجيع التدفقات الرأسمالية بين البلدان الأعضاء. وبحسب الخبراء فإن وجود الصندوق خطوة لضمان نجاح التجارة بين بلدان القارة التي تسجل مستويات متدنية في الاقتصاد والدخل العام. إليكم بيان الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 لهذا اليوم الاثنين 7 سبتمبر، وهي كالتالي: 124 عينة تم فحصها، 1 إصابة جديدة سجلت في لوغون الغربي، 1 حالة شفاء، ويرتفع العدد الكلي إلى 919، 0 حالة وفاة، ويبقى عدد الوفيات 79، 42 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ التاريخ 19 من مارس 2020 1040، من بينها 264 امرأة في 15 إقليما. تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين للهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والإرشادات، وبالأخص التباعد المكاني
وفي حال ملاحظة أعراض مثل الحمى، الكحة، العطس وصعوبة في التنفس اتصلوا مجانا على الرقم 1313. البروفيسور شوا أوشيمي المنسق الوطني للاستجابة الصحية. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.